حبيبي برشا العيش يموت في برشا العيا وانا مدريدي لكن بغير العيونة. صباحكم برشلونة، معنا الحين الظهر مصطف. يا يلي شنيع علشان اشتري حق عيال اخوي واختي في ديتهم. الاولاد يبون اشياء معينة هني برشلونة، والحين بختار لبس زين. والله لبس حمني تزلولي بتدوري بديتكم، خذيت لكم الطقم كامل اللي راح يحطون اساميكم ورا. راح احط لكم الاسم والرقم، راح اختار لكم كلكم ميسي، رايت؟ ميسي. بعد راح اخذ لكم من هني، وين ذا باج؟ يا اخترت لكم الباج مع لايون، لايون لابس على برشلونه. كيوت. واخترت لكم هذا ثلاثه حقكم، واخترت لكم مطاره الماي. بديتكم يا احلى عيال اخو واخت بالدنيا. راح احط اساميكم على الجنطه وعلى التيشيرت وعلى كل شيء. راح احط زلولي ولد اخوي الجميل، شوف شنو سوالك. محل برشلونه حاليا زلولي ولد اخوي. أما ولد أختي بدر الحديث اختار رقم 33. تعرفون أي لاعب 33 ولا لا؟ أنا بروحي ما أدري. بدر ولد أختي فديته واختار رقم 33، ما أدري إيش حقه. يا زين الاسم عبد الجليل، هذا ولد اخوي سمي بوي. واي فديته وفديت ابوي والله. يا فاضلة نورت برشلونة، الله يخليك. متخفية ما عرفناك الا بالقوة. متنكرة شوفتوني. والله ما ادري بنتي شافتك وانتبهت لك. تحياتي لبنتك الجنة. ايه سلطانة حبيبتي. بديت سلطانة جنة وصورت معاي وتهبل، وتحياتي لاسرتك الكريمة. وانت كمان والله يوفقك ويجعلك دايما بيننا. الله يخليك. تسلمون على راسي السعودية صح؟ ايه بالسعودية وانت على راسنا كمان. بيتكم الله يحفظكم. الله يحفظك، مع السلامة. ساعة مسكين بالغلط حطيتها في الكل الورد.
فعلا يعني ظاهر العلاج في برشلونة مشهور للعيون، الله يشافي الجميع، ولحد بقلبي انه في بعضهم اخطاء طبية، ف ندعو للشفاء للجميع ان شاء الله.